أنا اسمي آيلين، عندي 9 سنين. أنا بحب الموسيقى كتير، كنت بالبيت أغني وأشغل على أغاني على التلفزيون أقلده. أبوي سمعوا صوتي وحبوا وشجعوني. اجيت على معهد آريا وتعلمت في البزق، وكمان اتعلمت مدرج الموسيقي دوريمي فاصولا سي دو، وهلا عم سطر على كل شيء. عم بدرس وأنا صف رابع، وبتمنى إنه بس أتخرج أصير صيدلانية وأساعد الناس. البول بول ناغا غصن الفول.